صور أيقونية من مواجهة الشعب التركي لمحاولة الانقلاب في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، شهدت لقطات مثيرة لمواجهة الشعب التركي للعسكر الذين حاولوا وبعد ظهور الانقلاب أو بعد ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المقطع الشهير عبر هاتف الإعلام يطالب فيه الشعب التركي للخروج ضد المحاولة الانقلابية. توجه المواطنون للشوارع والساحات وواجهوا الانقلابيين وتمكنوا من ردعهم وتقديمهم للسلطات، وسقط عدد من القتلى المدنيين في أثناء مواجهة المحاولة الانقلابية، وصل عددهم نحو 250 قتيلا، وباتوا رمزا في تركيا التي تحتفي سنويا. وتاليا هذه أبرز الصور الأيقونية التي لقيت تفاعلا كبيرا حول العالم ليلة المحاولة الانقلابية، نشاهدها. العاصمة